المفاوض وينضم لنا من الجليل الأعلى مراسل العربي أحمد جرادات. أهلا بك أحمد، هل من ملامح واضحة لهذا المقترح الذي تقدم به نتسان ألون ممثل الجيش في الوفد المفاوض؟ يعني حتى الآن الحديث يدور عن تقديم مقترح جديد من قبل ممثل الجيش، وهذا المقترح هو تطرق إلى نقاط كانت بالأصل خلافية مع حركة حماس، ولكن على ما يبدو أن هذا المقترح لا يتضمن مسألة إيقاف الحرب بشكل كامل، وهذا المطلب الذي تصر عليه حركة حماس، ولكن على ما يبدو أن مجلس الحرب قد وافق على هذا المقترح، وتحديدا نتحدثون عن الوزراء في مجلس الحرب، وحاليا يتم نقاش هذا المقترح في داخل الكابينة الإسرائيلي المكون من ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو. يتوقع أيضا أن يصوت الكابينت لصالح هذا المقترح، لأن إسرائيل في هذه الفترة ربما قد تذهب إلى محاولة تحريك المياه الراكدة بشأن صفقة التبادل، والتي هي عرقلتها في الأيام والأسابيع الماضية من خلال بدء اجتياح عسكري لمنطقة رفح، والذي هو مستمر في المنطقة الشرقية، إضافة لمعبر رفح والسيطرة ايضا على نصف على يعني نصف المنطقه او المسافه التي تقع في محور فيلادلفيا او محور صلاح الدين الذي يفصل ما بين قطاع غزه ومصر. وعلي اسرائيل او تحديدا بنيامين نتنياهو الذي كان يعرقل الصفقات والمقترحات التي قدمت في السابق، ربما في هذه الفتره بعد ان اجتاح رفح قد يكون في يد بنيامين نتنياهو ورقه يقول فيها للاسرائيليين بانه اجتاح رفح واحتل قطاع غزة، وربما قد يؤدي ذلك إلى تحريك هذا الملف. هناك كان اتفاق مكون من عدة مراحل أو المقترحات السابقة، من بينها مرحلة تتعلق بالنساء المدنيات والمجندات وكبار السن والمرضى. هذه هي المرحلة التي ربما سيركز عليها المقترح الجديد الإسرائيلي، ولكن حتى اللحظة لا نعرف إن كان هذا المقترح قد يكون مقبولا على حركة حماس أم لا، وإن كانت هناك يعني جولات إضافية في القاهرة أو في الدوحة. هذا ربما سيتضح في الساعات المقبلة أو ربما حتى صباح الغد، ولكن على ما يبدو أن الحكومة أو الكابينت قد يوافق على المقترح الجديد، ولكن هذا لا يعني بأننا قريبين من إمكانية التوصل إلى صفقة تبادل أو ربما وقف لإطلاق النار. وعليه إذا ما صادق أو وافق الكابينت الإسرائيلي ربما ستكون الخطوة التالية هي مباحثات إضافية ما بين حماس وإسرائيل عبر الوسطاء من أجل كسر الجمود والوصول إلى اتفاق يكون يعني مقبولا على حماس ومقبولا أيضا على إسرائيل. أحمد، وأنت متواجد في الجليل الأعلى على الحدود مع لبنان، يعني اليوم تأجل البت في التصويت على خطة تأهيل مستوطنات الشمال للأسبوع القادم، ما خلفيات هذا التأجيل؟ يعني كان نتنياهو قد وعد السلطات المحلية في المناطق الشمالية بضخ مليارات الشواكل من أجل إعادة تأهيل المناطق الشمالية. هذا التأهيل يتعلق بتأهيل البنية التحتية التي دمرت أو حتى محاولة يعني تقوي يعني ضخ هذه الميزانيات لتعزيز الاقتصاد الإسرائيلي في هذه المناطق، ولكن تم إرجاء هذا الموضوع، وهناك حالة من الغضب من قبل رؤساء السلطات المحلية لأنهم يعتقدون أن هذه الحكومة أهملت هذه المناطق الحدودية التي تتعرض لإطلاق صواريخ مستمر منذ 8 أكتوبر، إضافة إلى إجلاء ما لا يقل عن 80,000 من الإسرائيليين من هذه المناطق، وتقريبا غالبية المنشآت الزراعية والصناعية الموجودة على الحدود وإن كانت تعمل فهي تعمل بالحد الأدنى، وغالبيتها أيضا لا تعمل وتوقفت عن العمل. وعليه هناك مطالبات بضرورة ضخ مثل هذه الميزانيات، ولكن حتى اللحظة القناعة في إسرائيل بأن
عملية تغيير الوضع الأمني على هذه الحدود ربما قد يحدث من خلال عملية سياسية، ولكن أيضا هناك من يقول أن هذا الوضع يحتاج إلى عملية عسكرية لتغيير الوضع الأمني. والقناعة أيضا لدى إسرائيل بأنه في حال استمرت الحرب على غزة لا يمكن التوصل إلى وقف إطلاق نار أو حتى محاولة فتح مسار سياسي جديد مع حزب الله لترسيم الحدود البرية. وعليه الحس يعني هناك على ما يبدو انتظارا إسرائيليا بشأن ما يجري في قطاع غزة، ومن ثم سيتم اتخاذ قرارات بشأن ما قد يكون على هذه الجبهة الشمالية، رغم حالة الانتقاد العالية ورغم الأصوات المرتفعة من قبل الإسرائيليين الذين يقولون بأنهم لا يريدون أي تسوية سياسية مع حزب الله، ويؤكدون على ضرورة الحل العسكري لإعادة الأمن والأمان للإسرائيليين في ظل ما جرى في هذه الحرب وهذه المواجهة من تغيير في العقيدة الأمنية على هذه الحدود بشأن المنطقة العازلة التي أنشئت للمرة الأولى في منطقة الجليل الأعلى والجليل الغربي، وأيضا